السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة روتين أم زياد. جيسبر نلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي مع هاد لا نوفيل فيديو هادي. المهم تنبغي نقول لكم بالنسبة للناس اللي أول مرة تيشوفوا قناة روتين أم زياد، ما تنساوش تشتركوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. وسي بالنسبة للناس اللي قدامين معايا تنبغي نقول لكم ميرسي بوكو بور فو لايك فو كومونتير فو انكوراجمون أون جينيرال لي سان في انورميمون بليزير. المهم إلا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم كانت خفيفة ظريفة واستفدتوا فريمون منها شي حاجة، ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي بروش ديالكم. فبالنسبة اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير كريب مالح او كريب سالي اللي تيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صراحة غادي نشارك معكم تفاصيل وبطريقة مبسطة وبسيطة غادي تستفدوا من لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم الهضرة، خليكم مع تفاصيل الفيديو وتكتشفوا معايا المقادير اللي كنحتاجوا لتحضير هذا الكريب المالح اللي تيجي ناجح 100% ومع الحشوة كذلك اللي كتجي بنينة ورائعة. بصراحة هذا الكريب كيصلح انكم تحطوا لي زانفيتي ديالكم كوم ابيريتيف سالي سخون تيجي الصراحة لذيذ. المهم خليكم على فيديو. فبالنسبة للمقادير اللي تنحتاجو لهاد الكريب المالح، بالنسبة كأول عنصر تنحتاجو الحليب تيكون بحرارة المطبخ او بارد، تنحتاجو جوج كؤوس الحليب. وبالنسبة للدقيق كنحتاجو كأس ونصف ديال الدقيق، كنحتاجو جوج بيضات بحرارة المطبخ، كنحتاجو فخوماج غابي، كنحتاجو ملعقة ديال الزبدة المذوبة، يعني لما كانت عندكم زبدة تديرو زيت المائدة، وكنقبيصة ديال الملحة، شوية ديال الزعتر وشوية ديال الإبزار. فبالنسبة اللي ما متوفرش عنده فخوماج غابي يقدر يدير فروماج مربعات أو مثلثات، ولا ما كانش ما ديروش كاع. المهم غير هو أنه تيضيف ليه واحد البنة لذاك الكريب ديالنا. فندوزو لطريقة تحضير لاباغي ديال الكريب. كناخدو هاد الكاس ديال فين كنطحنو الجو ديالنا، كنديرو فيه البيضات هما الاولين، من بعد البيضات كنضيفو جوج بيضات كنضيفو عليهم جوج كيسان ديال الحليب، كنضيفو معلقة ديال الزبدة كيما قلت لكم اللي ما متوفرش عنده الزبدة دير ملعقة او جوج معالق كبار ديال زيت العجية او زيت نباتية، كنضيفو الفرماج الزعتر شوية ديال الابزار وقبيصة ديال الملحة تقريبا نص معلقة ديال الملح. ودابا غادي نضيف ديك كأس ونصف ديال الدقيق. كنديرو جميع المكونات او جميع العناصر في الكاس ديال فين كنطحنو العصير ديالنا. ودابا غادي ننزل هذاك الخليط اللي كيصبح على هذا الشكل. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده المولينيكس فغادي يبدا بالحليب البيضات ابخ الجبن ابخ الملح والبزار والزعتر، تيخلط العناصر مع بعضياتهم عاد يضيف عليهم الدقيق شويه بشويه. المهم هنا كنوريكم كيفاش كتجي كيفاش كيجي القوام ديال لاباغي ديالنا ولا تيكستور ديال لاباغي، تيجي صراحه ما جاري ما ثقيل. المهم خاص يجي على هذا الشكل. ودابا كما تشوفوا فانا كنغطي لاباغي ديالنا بالبلاستيك الغذائي او السلوفان باش نديرها في الفريكو ترتاح. راكم عارفين اي اباغي ولا اي باد ضروري ما تخليوها تغوبوزا واحد شويه، فهنايا واحد المينيموم غادي نخليها ساعه على ما نحضر الحشوه ديالي. ونرجع لكم باش تشوفوا طريقه تحضير الحشوه. فبالنسبه للحشوه ديال الكريب ديال اليوم فعلى حسب المتوفر عندكم في البيت، مي كفكره وكحشوه رائعه تجي بنينه. انا غادي نشارك معكم العناصر اللي كنحتاجوا لهاد الحشوه. فهنايا كنحتاج بصله، قرعه خضراء، خيزو، فلفله حمراء وفلفله حمراء. فبالنسبه لهاد الخضر كامله اللي استعملت كاين اللي هكايا حكيتهم في هذاك القطعه اللي كتجي على هكا على هذاك الشكل. وبالنسبه للبصله شلطتها، وبالنسبه للفلفله قطعتها اطراف صغار. كنحتاجو الفيرميسيل دو ري او الشعريه الصينيه مسلوقه، يعني محطوطه في الماء سخون واحد 6 حتى 7 دقائق، بعد كتزولوها من الماء سخون كتصفيوها وتتقطعوها بالمقص ديال لا كويزين
دي بتي مغسو هكا، وكنحتاجو فيوند فيوند هاشي او الكفته باش نسمو بها لا فارس ديالنا، وراس ديال الثومه حتى هو كنحتاجو. فبالنسبه لي متوفر عنده الثومه يابسه يستعملها بلا ما يستعمل الثومه خضراء. فهنايا غادي ناخذ هاد الطنجره هادي، فتقدروا تستعملوا مقلات، فانا كنفضل ان الحشوه ديالي باش ما تزل عليهاش وباش يجيني داكشي كافي كنفضل نستعمل الطنجره على هاد الشكل. فهنا غادي ندير الزويته كما شفتوا، ضفت البصله والفلفله، وغادي نضيف القرعه وخيزو والمعدنوس، ونخليهم حتى يتشحروا مع بعضياتهم ويتقلاو وتنزل داك الخضره. عاد نرجع لكم باش تشوفوا شنو غادي نضيف من بعد. هنا كما كتشوفوا كنخلط العناصر مع بعضياتهم، فما غاديش نضيف دابا نيس لي زيبيس او العطريه، حتى من بعد حتى كيتقلاو العناصر مع بعضياتهم عاد نضيف العناصر الاخرى. فهنايا رجعت لكم من بعد ما نزلت لي الخضره كما تشوفوا، فضروري من هذه المرحله ماشي تخلطوا كل شيء مع بعضياته. انا غادي نضيف داك الراس ديال الثومه محكوك كيف قلت لكم قبيله، الا كانت عندكم الثومه يعني ميبسه ومدقوقه من الاحسن، واللي ما عندوش بحالي فانا استعملت هنا درس صغير ديال الثومه فمعليش. هنا ضفت الكفته تقريبا نص كيلو. هنا غادي نضيف التوابل، ضفت الكمون، ابزار، كتضيفوا القليل من كل عطريه، تحميره. فبالنسبه للملحه، فبالنسبه اللي باغي يستعمل الدجاج وما يستعملش الكفته فما يديرش الكمون، باركون غادي يدير شويه ديال السكينشبير او الجنجبر. هنا ضفت القليل من السودانيه، فاللي ما عنده السودانيه يضيف القليل من الهريسه، واللي عنده مشكل مع الحر فما يستعمل لا الهريسه ولا السودانيه، يعني يكتفي غير بالابزار، تحميره والكمون صافي. ونخلط ديك الكفته والخضر والعطريه مع بعضياتهم، حتى هذيك الكفته كتشرب ديك العطريه مزيان. فإلا ضفتوا العطريه من الاول فيعني كتقلى مع الخضره، من بعد ما غتضيفوا الكفته ما غاديش تستافد مزيان ديك العطريه، وجيكو كتخليو حتى لهاد المرحله كما شفتوا في لا فيديو حتى تضيفوها مع الكفته او ميم طون، وتميلونجيو مزيان. اي فوالا، دابا رجعت لكم بعد ما خليت الكفته تشحرات مزيان مع ديك الخضره والعطريه، فهنايا صبحات جاهزه تقلات مزيان. فدابا غادي نضيف ليها الشعريه الصينيه او لو فيرنيسيل جوري. كاين بعض الناس غتقولوا لي واش ضروري ان نديروا فهاد الحشوه الفيرنيسيل جوري؟ لا ماشي ضروري، فانا كانت واجده عندي واستعملتها، فبالنسبه لي ما واجداش عنده يقدر ما يستعملهاش، يعني ماشي ضروريه. صافي، ونخليوهم يتشحروا شويه مع بعضياتهم، ومن بعد نطفي عليهم العافيه ونخليهم يبردوا، فضروري الحشوه نخليوها من بعد ترتاح وتبرد. فهنايا من بعد ما ارتاح الكريب واحد الساعه هكا، فدابا خرجتو باش نطيبو. هنا الطيفه ما كندهنها ما حتى شي حاجه، تحت نار مهيله، تنزل الكريب ديالي ونطيب فيه كما كتشوفوا هكايا في لا فيديو، حتى كيطيب من واحد الجهه ومن بعد كنقلبو باش يطيب من جهه اخرى. فالكريب كذلك هو من نوع من لي زاباري اللي تطيبو فيت في جوكو، على حسب نتوما الا كنتو غادي تعاودو تدخلو لي كريب ديالكم في الفران، فيكو لي كريب سالي كاينين اللي تعاودو يدخلوهم في الفران، فالكريب ما كتحمروهش مزيان، كتخليوه هكا شويه تصفر هكا، يعني كيزيد ياخذ اللون في الفران. بالنسبه اللي ما غاديش يعاود يدخلو في الفران فيخلي الكريب حتى ياخذ اللون ديالو مزيان. المهم خليكم على فيديو، غادي نرجع لكم بعد قليل.
انا رجعت لكم من بعد ما كملت الطياب ديال الكريب وبردات لي الحشوه. كما شفتوا هنايا الحشوه ضفت عليها حفنه صغيره ديال الفرماج غابي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. ما كتضيفوش الفرماج غابي من الاول باش ما يذوبش لكم، كتخليو حتى كتبرد لكم الحشوه عاد كتضيفوا عليه. فبالنسبه اللي ما متوفرش عنده الفرماج غابي استعمل الفرماج العادي. فهادو هما لي كريب ديالي، جاو ناجحين الصراحه. غير جربوا هاد الطريقه ديالي تيجي ناجح ومضمون 100%. وهذا شويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء باش نسدو لي كريب ديالي. المهم انا غادي ندوزو باش نوريكم طريقه كيفاش كندير اللف ديال الكريب صالي ديالي. المهم خليكم على فيديو. فهنايا غادي نشارك معكم تقريبا 3 ديال الكريب باش تستافدوا مزيان كيفاش كندير اللف للكريب. يعني طريقه سهله، ما كتحطوش الحشوه، كتحاولوا تنزلوها، يعني ما كتحطوهاش هكا مكركبه، لا كتنزلوها تقريبا على شكل مربع. المهم خص تكون الحشوه مدلعه، ومن بعد باش كيجيكم التلفاف ديال الكريب ساهل. فوالا على هذا الشكل الحشوه، يعني ما كتجمعوش الحشوه فواحد الجهه. فوالا على هذا الشكل. فالصراحه الطريقه سهله بزاف، كل حشوه ما عندهاش منين تخرج ليكم من الجناب. الكريب كيجي ملفوف مزيان. فهنايا فهاد اللاطه هادي دهنتها بزويته ونزلت عليها لي كريب، ودابا كندهن لي كريب ديالي بالزيت العاديه. اللي بغى يدهنهم بالزبده يدهنهم بالزبده، فانا يعني عادي غادي ندهنهم غير بالزيت العاديه. ومن بعد نزينهم بالفرماج غابي. فانا كيعجبني لي كريب نعاود ندخلهم للفران باش كيجيو شويه مقرمشين وسخانين، حتى هذاك الفرماج اللي ضفت في الحشوه كيدوب على هذا الشكل هذا. وكندخلهم للفرن ديجا سخون، يعني درجة الحرارة كتكون تقريبا 180 بالنسبة لي عندهم الفرن كيتحكم بدرجة الحرارة. كتشعلو لهم من التحت ومن بعد كتشعلو لهم من الفوق غير حتى ياخذوا شوية اللون على ما يدوب داك الفخوماج. صافي وكتخرجوهم، لحقاش الحشوة طيبة الكريب طيب، على ما يدوب لكم داك الفخوماج من الفوق تتخرجوهم. فوالا الكريب ديالي من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل هذا. الصراحه جا بنين شهوه منه، يعني قدمته في هذا لاسيت على هذا الشكل. وكذلك ضفت القليل من لي صوص، لاصوص ماروكان، تقدروا تقدموه بالكاتشب. المهم لكل واحد العيش كيرتاح، كاين اللي كياكلو هكا عادي، كاين اللي كيبغي ياكلو بلي صوص. المهم انا كيعجبني كريب مع كاس داتاي سخون بالنعناع او بالشيبه. المهم جست في لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي بروش ديالكم باش تحمل الفائده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده.